بكيفه تكذبوني؟ هلا لو ورجيكم جرحي حتى بهاي كذبوني. اول شي السلام عليكم. اليوم جيتكم بموضوع الفيديو اللي قبل هاد، الناس كتير صار تسأل عنه، صار كتير ناس تنتقد وتفكر انه الموضوع كان فيه مزح وكذب وما ادري من هالاشياء. اول شي بدي اقولكم يا انه مستحيل يكون بهيك مواضيع فيه كذب. تاني شغلة، انتوا راجعوا فيديوهين اللي قبل هاد، كان سألتكم بدكم اصور الفيديو وكل شيء عم بيصير معي ولا لا. اغلب الكومنتات كتبوا لي ايه 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 صور صور صور. فيوم اللي صار الموضوع ورحنا انا والشباب اجتنا اخباريه. اول شيء الناس عم تقول رح اجاوب على السؤال سؤال، تمام؟ رح اجاوب على السؤال سؤال بالكومنت. اول سؤال اجاني انه اغلب الناس عم تكتب انه انتم كيف عرفتوا المكان وبعدين هو شو عم يعمل بالغابات. طيب يا شباب، شخص مطلوب من الدولة، معقول يعني واحد عامل جريمة قتل، يعني محاولة قتل عمدا، ما راح ينطلب من الدولة؟ ثاني شيء، نحن ما عندنا أهل حتى يدافعوا عني ويدوروا عليه ناخذ حقنا، ما بيطلع لنا. طب شخص مثل هاد مطلوب من عالم من الشعب ومن الدولة، واكيد من المتابعين كتير بحبوني عم يدوروا على هيك شخص، معقول من كل عقلكم بتفكروا لسه بيكون بارك ببيته ومكانه لسه مو متغير؟ معقول انتو يعني ما بعرف، انا توقعتكم صراحة يعني افهم من هيك انه الشخص مثل هاد اكيد رح يكون عايش بمكان بعيد عن الدنيا حتى ما ينعرف. معقولة من بصماته ما نعرف؟ معقولة من الفيديوهات كذب؟ اكيد رح يكون متخبي. وتاني شيء يعني رح يتخبى يوم يومين ثلاثة الا رح ينكشف. المهم الشاب هاد ما كان قاعد ببيته، لانه نحن عرفنا مين هو الشخص ورحنا على بيته ما كان موجود. بعدها اجتنا خبر انه هو يعني من حدا منه وفيه، فهمتوا كيف؟ يعني منه وفيه، يعني من منهم وفيهم يعني بين بعض، حكى لنا وين هو. فيوم اللي حكى لنا هو بمزرعه. هي المزرعه صايره بعيده من هون شوي، فانا ما فيني احكي المناطق وكذا وقصص. فهي المزرعه اللي رحنا عليها انتم شفتوها بالفيديو، كان في بيننا وبين المزرعه تقريبا 200 متر او 300 متر 400 متر هيك شيء بيناتنا لسه بيننا وبين المزرعه. فلما نحن كنا مشغلين الاضوية وماشيين عم نمشي بالتراب عادي لسه ما بنعرف انه وصلنا او لا. ففجاه فشفنا واحد مشغل ضوء قدامنا عم يمشي. انا قلت بكون واحد عادي او كذا، قلت نصح له نساله، قلنا له هوب هوب لا لا تعال شوي، قام ماشي فيكم رقد وضرب طلع. انا هون عرفت انه اكيد هاد هو، نحن اصلا ما بنعرف هو او لا، بس نحن جايين على المنطقه اللي ندلينا عليها، ما بنعرف اذا كان كذب او صح، ما بنعرف اذا فعلا هذا هو ولا لا، ما بنعرف اذا الشخص اللي دلنا كاذب ولا صادق. المهم يوم اللي نحن جينا على هالمكان انتم شفتوا بالفيديو نحن ماشيين صرنا نصح له تعال تعال شوي، يعني انا قلت بساله هو يكون قريب من هون بيعرف المكان اكثر منا، يعني لسه كان في لقدام، هو عايش بمزرعه بهي المنطقه كان بارك فيها. المهم هي الموضوع خلصنا منه، اللي حب يصدق يصدق واللي ما حب لا يصدق، لانه هذا الموضوع انا اصلا ما بحب ابرر فيه وموضوع كثير تافه انه والله كذب وما ادري شو. اوكي هلا الناس عم بتقول لي انه ما في دوله انتم عاملين فيها مافيات وعاملين فيها عصابه. سؤال، هلا انا لما اكل هيك ضربه سكينه وابرك ما اعمل شيء كذا، اغلب الناس بلشت تحكي لي انه معقول ضربك ما تاخذ حقك، معقول واحد يعمل فيك وانتم ما تاخذوا حقكم، ما ضل حدا وما هاننا يا زلمه. بدكم ايه يعني نبرك نسكت وما خلصنا؟ يوم اللي جينا بدنا ندور على الشخص ونوصل له وكذا، قام صاروا يقولوا ابو شو صار مسلسل وما في دوله؟ لا في دوله، بس نحن ما مسكنا الا للدوله دوله، نحن رايحين وهن تعالوا الحقونا. لا طبعا عملنا كله بالسر. اللي معنا كان اسعد، طبعا احنا قلنا خلي بعد ما نعمل الموضوع ينتشر انا ما عندي مانع. طبعا يجي الدوله بعملها فبركه كذا، ما في سلاح، ما انا ما كان مبين بايدي اصلا شيء ولا كان عصايتين ثلاثه، والله كنا رايحين فيني فبرك الموضوع. المهم موضوع التصوير، يوم اللي رحنا اسعد بالزور راح معنا، دهش حاله معنا بالزور، ما بناخذ معنا اولاد الا قال الا بدي اروح الا بدي اروح الا بدي اروح. فانا ما حبيت زعله، قلت له خلص بيروح معنا. زاد نحن مو رايحين معركه حرب تشرين وكذا، راح يكون عصابات قدامنا، نحن متوقعين يكون شخص واحد رايحين تخويف، ما رايحين نقتل، ما رايحين نذبح، ما رايحين مشاجره بوم بوم بنضرب بعض، ما كنا رايحين، كنا حاسبين حسابنا شخص واحد قاعد هالمكان ونحن نفوت عليه
نطب على نفسك ونجيبه، ما لنا خايفين لا من الموت لا شيء، ما حسبنا هيك حساب اصلا، يعني بس تخويف كنا رايحين لنمسكه ونجيبه بس ونسلمه للشرطه، ما نحن راح نحاسبه. ثاني شيء يوم اللي راح معنا اسعد انا بالسياره قلت له لا تصور مشان ما نشلق الناس هلا بالسياره، انا فكرت عم صور ستوريات كذا، انا ما عندي مانع انه يصور اوكي لانه انا زلمه وعددكم راح صوركم كل شيء اول باول. المهم انا هون قلت له لسعودي لا تصور هلا مو وقتها، عصبت كثير انا عقلي مو براسي، رايحين لمكان هو عم يصور وعم يحكي ويتبايخ. وقت رحنا لقدام لعنده نحن وماشيين تكون نحن مفكرين سعودي حاطط فلاش عم يضوينا اوكي؟ احنا ما 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 انا كل واحد عصايته كذا ما معنا ضوء لاحظته، فكنا عم نقول له ضوي ضوي انت نحن ماشيين قدامك، فنحن مشينا قدامنا قدامه لحتى ما يصير شيء مكروه للولد، يعني هو معنا بس مشان يضوينا، بالذات نحن ما رايحين معركه، قلنا لكم رايحين على اساس شخص واحد نشوفه نمسكه ونرجع، بس هذا هو كل الموضوع. فالناس بلشت تكبر الوهم وعلى اساس انه انتم عايشين بغابه وما ادري شو وما بعرف ايش، ما هو نحن رايحين نص ليل، يعني هلا العالم انتم عم تشوفوا القتل بالشوارع وين الدوله؟ السرقه بالبيوت وين الدوله؟ السرقه بالمحلات تكسير محلات ضربني السكينه وين الدوله؟ بعد 5-6 ساعات تمام خلي تجي الدوله بعد 5-6 ساعات كون خلصت انا مشكلتي خلي تجي ما مش مشكله. انا بس اللي انطلب مني انه يتصور وينزل، انا يوم اللي شفت سعود مصور كل شيء قلت ما في مشكله منتجه هو منتج انا ما منتجته حتى قلت له منتجه ونشره خلص ما في مشكله، قلت بما انه الناس عم تستنى هيك فيديوهات تستنى. بس بعد هيك مقطع صدقوني انا ما عاد اصور لكم اي شيء بخص الموضوع هذا، انا راح يكون هذا الشيء سر بيني وبين حالي وانا بعرف شلون بحل مشكلتي. انا حبيت اوضح وانزل فيديوهات هيك اول باول لانه الناس طلبت مني، انا اتوقع انتم شفتوني لاحظتوا تفاعلي معكم وتفاعلي مع كومنتاتكم وكلامكم الحلوه ومساعدتكم الي ودعواتكم الي، تفاعلا لكم انا كنت عم نزل لحتى احطكم بصوره بكل لحظه، ما كان هدفي والله تجي واحد يكتب لي كومنتات اي والله عامل فيا مراد وما ادري شو، لا الموضوع حقنا كنا حابين ناخذه بايدنا وبس، بس الزلمه نفذ من ايدنا مهرب. اكيد لاحظتوا يوم انضرب الطلقه طبعا ما تصوب حدا كلياتنا شطحنا بالارض وقمنا والحقناه كان هربان صار عتبه ما عاد يبين شيء، فرجعنا مع بعض كلياتنا، نحن ما توقعنا هيك، حكينا مع ذاك شخص قال والله ما كنت بعرف هيك، انا ما بعرف انه معه ذاك سلاح وما بعرف، المهم هرب. هون رجعنا كمان نحن كمان خبرنا الدوله اكيد انه هيك هيك كمان راحوا، يعني اشياء اصلا ما في داعي اصور لكم ولا احكي لكم اياها لانه كمان بكره بتلاقوا لي انه والله الدوله مو فاضيه تروح وترجع، ما كومنتاتكم ما بتخلص السلبيه. اشرح لكم اكثر عن موضوع انه كيف وصلنا له. اول شيء سالنا هذا الشخص طلع الشخص هذا عامل عمال اكثر من هيك، يعني فايت على محلات السوريين كل السينيور بتاع اللي بعايش والسينيور يمكن يعرفوه، فايت على اكثر من محل محاول يشرحه. انا اليوم جاني شخص عم بيقول لي انه هذا فات لعنده حتى طلب منه اكل عطاه كذا واخذ طلع وما دفع حقه، فايت معناته هذا اكثر من محل عامل هالعمليه، بس انا ما قدرت اتحمل هالموقف انه واحد جاي لعندي ياخذ مصاري صلبطه وياخذ اغراض صلبطه ويطلع، يوم اللي انا جيت دافعت عن حالي ضربني. فممكن هذا الشخص عامل اكثر من شخص هيك بس ما حدا قدران يقاوم، يوم اللي انا قاومت ضربني. انا هذا الشخص يعني لما اجاني اخبار عنه وعرفت اخباره طلع زلمه له سوابق، يعني مو اول مره هاي والله عاملها فيني او مبعوث، انا كنت متوقعه انه حدا بعته عليه اصلا، ولا بيطلع هذا الشخص له سوابق قديمه. ما طلع زلمه كويس حباب، لبين ما قدرنا نجيب هالمعلومات ومن هاي ورا هالمعلومات قدرنا نجيب ناس مقربين له، وهالناس المقربين دلونا على المكان المتخبي فيه لانه هو اصلا طلع من بيته، فيوم اللي دلنا هذا الشخص على مكانه فانا بظن يا اما شافنا من بعيد نحن جايين يا اما رجع نفس الشخص خبره قال له هرب، ما بعرف. انا استغربت انه شفناه هذا الطريق هذا وعجب هو كمان ولا ما هو هي ماني عارفانها، لانه احنا شفنا ضوء من بعيد اشرنا له وقف فشفناه ضرب علينا طلق ورقد، فانا بظن اغلب يعني الظن انه هو. حبيت اوضح لكم الكلام الناس اللي كانت بالكومنتات اللي كذبتني والكذا، لانه الوجع هذا ما حدا حاسس فيه غيري، فاكيد اللي حاسس فيني انا لاحظت الناس اللي اجت لعندي اللي شافتني اللي زارتني وشافت الجرح بعينها، انا هذول الناس عم نزل الفيديوهات لهم، اما الناس الباقيه اللي عايشه بفرنسا وفي امريكا وفي طرابلس ومدري وين وعم تكتب لي كومنتات، هذول يمكن ما شافوا بعينهم حقهم ليصدقوا، حقهم.
بس هذا الوجع ما حدا حسه غيري. واي واحد فيكم بدالي ان كان صاير باخوه او بحدا من قرايبه ما راح يسكت عن حقه، راح يكون دمه فاير. ما صار الموضوع اسبوع ننسى، خلاص ننام نرتاح. واحد بتضايق، حسوا فينا يا رجل. اقسم بالله انا شفت الكومنتات فوق ما انا مجروح موجوع، توجعت اكثر منكم. انا توقعت وقفتكم معي احسن من هيك، توقعت تشجيعكم الي افضل من هيك. يوم اللي شفت السلبيات بهذا الفيديو كثير تضايقت، يعني توجعت اكثر مني موجوع. على كل حال اخواتي، انا بكره رجعان رايح على الدكتور، لانه اظن محل الجرح شوي انفتح، فانا رح اروح على الدكتور بكره خليه يداوي لي اياها ويظبط لي اياها. بس بدي اقول كلمه واحده، الناس اللي عم تشبت فيني واللي بتكذبني الله يجيبها، ولأقول لك ما رح ادعي عليكم. بس تخيلها، ما بدي اقول لك الله يجيب على راسك لتحس فيني، ولا بدي اقول لك ان شاء الله يصير فيك لتحس فيني، ما رح اقول لك الله يجيب حدا من قرايبك لتحس فيني، لا، ما اني متعود ادعي على حدا. بس بعمركم لا تشمتوا بحدا ولا تكذبوا حدا، وخطيتي برقبتكم اذا عم تكذبوني. بعتذر شو غيرت مكاني، لانه جاني اتصال من ابوي جيت على البيت، انا كنت ببيت اسعد. فعلى كل يا شباب، انا بكفي لهون، ما عاد فيني احكي، وهذا الموضوع انا ما عاد افتحه من هو على اليوتيوب، راح يكون بيني وبين نفسي وببيتي. اذا الناس سالتني اسئله فانا راح انزل فيديو احكي واشرح لكم عن الموضوع، ما عاد اصور انا وين رايح وين جاي مع البوليس مع كذا، هاي الاشياء كلها راح تكون بيني وبين نفسي، بس بشرح لكم بالكلام. كل شيء بيصير معي بيجي بحكي لكم اياه بالكلام، اذا بدكم اكتبوا لي بالكومنت. والناس اللي مكذبتني بتمنى منكم انكم تاخذوا راحتكم، هذا حريتكم، حريتكم الشخصيه ورايكم الشخصي انتم حرين فيه، انا ما فيني اغير رايك. اوكي، بس مثل ما قلت لك، تخيل على حالك قبل ما تتخيل علي وتعتبرها عادي. انا توقعت من ناس مثلكم شو كلام احلى من هيك، توقعت يعني انه انا فوق من الوجع اللي بتوجعوا وجعتوني اكثر بالكومنتات اللي ضايقت منها. الناس فكرت كلها كذب وتمثيل وما ادري شو. طبعا نحن اخذين الاشياء احتياطا لنفسنا، اكيد ما راح نروح ايدينا هيك عاملينه رايحين عند واحد مجرم قتل رافعين ايدينا لفوق، اكيد راح نروح معنا شيء ندافع عن نفسنا فيه، اكيد نحن مو رايحين نقتله، رايحين نمسكه ونسلمه للشرطه. بس ما حصلنا. بكفوا تكذبوني، هلا لو برجيكم جرحي حتى بهاي كذبوني. بكفي مشان الله، اقسم بالله بطلت انزل شيء من ورا هالموضوع، كرهتوني حياتي يا زلمه.